والمتابعة الأمريكية. مشاهدينا معنا من العاصمة واشنطن ألان درغام وهو يتابع إحدى مباريات مونديال البرازيل. ألان أهلا بك معنا، وهل سبب ازدياد شعبية كرة القدم في أمريكا هو عشق الجاليات القادمة من أوروبا وأمريكا اللاتينية لهذه الرياضة؟ عمر، حمل مباريات كأس العالم طبعا مش هذا هو السبب الوحيد، انه عشق الجاليات الاوروبيه واللاتينيه زاد الشعبيه، ولكن تطور مستوى منتخب الامريكي مؤخرا في المونديالات الماضيه منذ ان استضاف مونديال 94 لليوم تقدم مستواه لدرجه انه عم ينافس فرق كبيره. هو اليوم كمان ايضا ممكن يكون من المرشحين الاساسيين انه ينافسوا على لقب كأس العالم، ولكن كما ذكر لالاس لاعب المنتخب الامريكي تمام. السابق الشهير كمان ذكر انه منتخب امريكي هو مستعد جدا لهذا المونديال لانه ثقته بشعبه كثير كبيره، راح يقدم له اكثر ما فيه بهذا الكاس. نعم عمر. الان انا شايف الاجواء مثيره وحماسيه حواليك، ويعني خليني اسالك ايه ابرز ما لمسته من استعدادات جماهير امريكا خاصه لمباراه منتخب امريكا مع غانا، وهي من المباريات الهامه جدا خاصه اولى مباريات للمنتخبين. عمر، نحن متواجدين هلا بمباراه البرتغال والمانيا، بهذه الاجواء هون مثل عم نشوف يعني حماس كثير عالي. شو لو كان منتخب الامريكي عم بيلعب الليله بساعه 6 توقيت واشنطن، يعني شوارع والطرقات كلها لابسين قمصان المنتخب الامريكي، واعلم الامريكي كمان موجودين بالشوارع. عم نسمع هلا على كل فرصه عم نسمع اصداء الجمهور وحماسهم، بس المنتخب الامريكي مستعد مثل جمهوره اليوم نعم. هون في الولايات المتحدة وبالعاصمة الأمريكية واشنطن أيضا. الآن طبعا أكيد المباراة بتقول الساعة 6 مساء بتوقيت أمريكا، يعني هيكون لسه بعض الناس في العمل وبعض الآخر يعني خارج من الدوام أو خارج من العمل، فمحتاج يكون عايز يلحق المباراة. كيف سيؤثر ذلك على متابعة الجماهير في الولايات المتحدة الأمريكية لهذا اللقاء وباقي أيضا مباريات كأس العالم، كيف تراه؟ عمر، بالنسبة للمباراة أول ما انطلقت الصفات المباراة للبعض انتهى وقت عملهم، يعني وقفوا هن من تلقائهم وقت العمل مش يشاهدوا هالمباراة الكبيرة اللي عم تحصل هلأ، والبعض الآخر عم بيطلب حتى إجازات ليوم كامل مش يتمتع بحماسة المباريات، والبعض كمان عم بيقدر يلحق المباريات مثل مثلا اليوم أمريكا حتلعب بساعة 6 توقيت واشنطن، رح يتمكن دغري من بعد العمل أنه يتجه إلى المقاهي اللي عم تقدم تخفيضات على المأكولات مشان تسمح لرقم كبير من المشجعين يقدروا يروحوا ويشاهدوا المباريات يوميا. كمان ما بدنا نذكر ايضا انه مباريات عم بتصير بوقت مختلف جدا عن يعني عم بسمعوا هلا مثلا حماس، يعني منتخب الماني بفكر عم بحاول يسجل هدف منه هدف، يعني كنت عم بذكر لك انه الوقت بين البرازيل وهون بس ساعه فرق، ولكن دوام العمل عم بيكون بعض الاحيان مؤثر انه ما يقدروا يحضروا مبارياتهم المفضله. المنتخب الألماني طبعا يعني فوز كاسح على المنتخب البرتغالي، أنا يمكن زعلان شوية عشان كريستيانو بيلعب مع البرتغال، ولكن نسيت أسألك أو مش نسيت أسألك يعني ما تطرقناش لأنك بتشجع مين يا ألان؟ برازيل أرجنتين أنهي منتخب؟ أنا بشجع لعب الحلو، بس منتخب البرازيل طبعا هو المنتخب اللي بحبه كتير، بس هذه المباراة كانت مليئة بعدها بالأحداث الحلوة، على طول بحب شاهد المباريات اللي عم تقدم لنا اياها مونديال البرازيل 2014، يعني ما فينا الا نتمتع بهاللعب الحلو. ألان يعني طبعا بنتمنى طبعا التوفيق لكل المنتخبات خاصة المشاركة في كأس العالم وأيضا المنتخب العربي. مشاهدينا شكرا لك ألان، ويعني سنلقاك لاحقا إن شاء الله، المونديال لسه طويل أمامنا.